مرحبا بكم ساعة قبل الفطور. كلنا كنعرفوا بنادم تيكون مفتون وخاصو غير يوصل للدار. هاد السيد قال لك غادي ما عليه ما به، احتاجت الطوموبيل ودخلات فيه، وبيني وبينكم مع هاد الجلسة اللي داير جاني هو اللي داخل فيها. والو حتى شي حاجه ما قرات فيه، حتى من الدراكيين صبرهم تقاد عليه، وهذا من رمضان ديال المعقول وترمضين وطلعت له على هاد مول الطوموبيل.